شكرا معلقنا دكتور وائل ابو العزم. اذا انتهت المباراه بفوز النادي الاهلي 65-38 بفارق 27 نقطه. مبروك النادي الاهلي التاهل الى المباراه النهائيه. هارد لك نادي سموحه، قدم مباراه كبيره سواء الفريق السيدات او فريق المرتبط. ان شاء الله موعد مع النهائي الاهلي وسبورتنج، وهنوافي حضراتكم بالمواعيد بالظبط ومباراه. تابعوا شاشه قناه النادي الاهلي واكيد هتعرفوا الفاينل هيكون امتى باذن الله ومواعيده سواء مرتبط او فريق السيدات. برجع للضيوف اللي برحب بيهم للمره الثالثه. كابتن سلعاوي اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك يا كابتن سلعاوي. راي حضرتك في الفتره الثالثه والرابعه، خاصه النادي الاهلي شارك اغلب اللاعبات ان لم يكن كامل القايمه اشتركت النهارده، واكيد ده ليه هدف لمباراه الفاينل. مبروك طبعا للنادي الاهلي الفوز. اعتقد وهارد لك لنادي سموحه طبعا، ادى سواء للمرتبط او للدرجه الاولى ادى جيم كويس، لكن اعتقد ان مدرب الاهلي ريح بعض اللاعبين او قسم المجهود على 12 لاعبه بحيث ان لا يجو الفتره قليله جدا ما بين السيمي الدور اللي قبل النهائي والدور النهائي، فقسم المجهود على تقريبا الفرقه كلها لعبت. طب استاذ يا كابتن سلعاوي، خلينا كما تعودنا نروح لارض الملعب ونرجع تاني لصاله برج العرب بالاسكندريه والزميله العزيزه سلاح حامد ولقاءات مع المدير الفني القدير كابتن طارق خيري ومجموعه من اللاعبات. اتفضل يا سلام. برحب بيك طبعا من جديد يا كابتن هيثم وبكل ضيوفك الكرام والكباتن الكبار في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا بارك لك يا كابتن هيثم وبارك لكل جماهير النادي الاهلي. الحمد لله لاعبات النادي الاهلي وملكات كره السله هيكونوا في او تاهلوا بشكل رسمي للدور النهائي والمباراه النهائيه من بطوله الدوري المرتبط لكره السله سيدات. وطبعا معي في هذه اللحظات النجم الكبير والمدرب الكبير طبعا الكابتن طارق خيري. كابتن طارق طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي ومبروك، عايز ابارك لك طبعا على اللقاء النهارده. شايف الاداء النهارده ازاي لعبت نادي الاهلي امام نادي سموحه؟ اولا احنا بنرحب بيكم وشكرا على ان انتم موجودين معانا هنا، بقى السفر والمشوار بعيد. تحياتي لهيثم وضيوفه. لا الجيم النهارده سيء جدا من كل حاجه، احنا فوق التركيز، احنا كسبانين امبارح كتير، الناس شويه اجهاد، عدم توفيق، قلب بتنشنه الفرقه الثانيه، قلب الموضوع اجريسيف جدا، الحكام ما بتصفرش. انما المجمل الدنيا يعني النهارده مش احسن حاجه، انما هو دي طبيعه الحال في الدورات المجمعه. انت كسبانه كتير، فالجيم الثاني انت عايزه تطلعي باقل مجهود زي ما بيقولوا عشان ما يبقاش فيه اجهاد. الحمد لله في الاخر ان احنا بدون اصابه بدون مشاكل، ف ان شاء الله نبقى احسن في الفاينل ان شاء الله. طبعا يا كابتن، تاهل نادي سبورتنج من مباراه المرتبط اكيد للمباراه النهائيه، اهلي وسبورتنج في النهائي، طبعا مباراه ليها حسابات ثانيه ليها استعدادات ثانيه، ازاي كابتن ان شاء الله هتستعد مع لعيبه النادي الاهلي للمباراه دي؟ انا بس هزود على التنشنه الموجوده، ربنا يشفي معالي الوزير العمري، قريب من الفرقه جدا وقريب من كل الناس. يعني احنا من ماتش حتى اللي فات الاولاني الاول امبارح كلنا في حاله مش مظبوطه، وبعد ما حصل حاله الوفاه لزوجته فبرضه ده جزء مخلي الولاد برضه اوت اوف بالانس. احنا استعداداتنا للي جاي، احنا النهارده ريكفري دلوقتي هيعملوا تلج، بكره راحه، من يوم السبت احنا هنتمرن في حسن مصطفى اللي فيها ماتش الفاينل، ان شاء الله معسكر من يوم الاحد. العادي بتاعنا ما فيهوش حاجه يعني كتير، احنا بس فوكس على اللعيبه اللي هنلعبها، هندافع عليها ازاي، العادي اللي بنعمله من السنه اللي فاتت، او اوفنس ديفنس، هنراجع على حاجتنا احنا لو في حاجه في الماتشين دول فيها مستيك في التطبيق اذا كان دفاعيا او هجوميا، وشوتينج وحاجات فرديه ان كل لعيب يرجع لحالته الطبيعيه، بس مش اكتر من كده. يعني دايما يا كابتن طارق ان حضرتك دايما بتتكلم مع لاعبات النادي الاهلي، دايما بتطلب منهم التركيز، الاداء بشكل قوي زي ما متعودين دايما، سواء احنا ضامنين المكسب مش ضامنين المكسب، ولكن شفنا سبورتنج الموسم اللي فات يعني باداء، والموسم ده باداء تاني خالص. هو سبورت السنه اللي فاتت كان عنده دروب، بس هو فرقه كويسه من غير تدعيم، هو زاد خمس لعيبه منهم ناس جايه من اصابه وثلاث صفقات ومحترفه كويسه، بقى عنده عدد، بقى عنده بنش، بقى عنده لعيبه خبراتها عاليه. انما هو فرقه في الحالتين مع مدرب محترم. هو طول عمر الباسكت في مصر اهلي سبورتنج، احنا بنحترم الفرقه في اي وضع، سبورتنج احنا بس التوفيق بتاع ربنا والشغل والتنفيذ، هو ايه التركيز، انا عايز ايه من الجيم، ازاي همسك فلان، ازاي همسك فلان، لو انا مركز
الموضوع بيبقى مش هقول ايزي جيم، بيبقى الموضوع ايكوال. التوفيق بقى في الاوفنس، انا قادر اخترق الدفاعات اللي هو بيعملها بشغل او بقرار، او فبيبقى الموضوع بيحصل فيه توفيق يعني مش اكتر يعني. بالتوفيق طبعا يا كابتن طارق في المباراة القادمة، ومبروك تاني المباراة النهاردة. ميرسي يا كابتن. الله يبارك فيك يا حبيبتي، تسلمي. شكرا شكرا. كده طبعا كان لقائنا يا كابتن هيثم مع المدرب الكبير الكابتن طارق خيري، المدير الفني للفريق الاول لكره السله سيدات. والان العوده مره اخرى للاستوديو، طبعا الكلمه ليك يا كابتن هيثم، تفضل. سلا حامد، بشكرك شكرا جزيلا. وزي ما حضراتكم شفتم دايما كابتن طارق خيري بيدور على الافضل، بيدور على الاحسن، بيدور على الاداء اللي يرضيه سواء في الدفاع او الهجوم. عندنا مباراه قويه اكيد في الفاينل مباراتين. كابتن سلعاوي، يعني كابتن طارق خيري تطرق كمان للحديث عن سبورتنج وقد ايه الماتش صعب وقد ايه هيكون ايكوال، بس اللي هيركز واللي هيقدر يقفل المفاتيح الثاني اكيد هيكسب. اعتقد يعني برضه عشان نخلص كلام عن مباراه النهارده، المباراه سيئه جدا بالنسبه زي ما قال طارق ان المباراه كانت سيئه، كان التركيز ضايع من الفريق. لكن اعتقد مباراه يجب على فرقه النادي الاهلي تعيد حسابات قبل لقاء سبورتنج. اعتقد لقاء سبورتنج هيكون لقاء صعب، التوفيق هو اللي هيحسم هذا اللقاء. اعتقد انه ممكن يبقى في استشفاء وفي تدريب على الصاله بتاع الدكتور حسن مصطفى للتجهيز للنهائيات، لان النهائي ماتشات المرتبط كمان غير مضمونه. نعم، يعني فرقه سبورتنج في كويسين جدا في المرتبط، فالمباراه غير مضمونه، فالتركيز كله على المباراه الكبيره. اعتقد ان شكل الفرقه بتاع النادي الاهلي في النهايه هيتغير، مش هيبقى نفس الشكل. استاذنك كابتن سلعاوي وكابتن محمد، هنرجع تاني لصاله برج العرب والزميله العزيزه سلا حامد، ولقاء مع اثنين من نجمات الفريق نادين السلعاوي ويارا اسامه. اتفضل يا سلا. من جديد برحب بيك طبعا يا كابتن هيثم وبكل ضيوفك الكرام والكباتن الكبار في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت، يمكن معي يعني حاليا واحده من نجمات الفريق طبعا الكابتن نادين السلعاوي. كابتن نادين، طبعا في البدايه برحب بيكي على شاشه قناه النادي الاهلي ومبروك طبعا، عايز ابارك لك على مباراه اليوم. شايف النهارده ازاي اداء زميلتك طبعا لاعبات النادي الاهلي في المباراه امام نادي سموحه؟ الحمد لله على الفوز. يمكن اقول ان كان في سوء توفيق كده في اول المباراه، بس يعني اخر تقريبا 12 او 15 دقيقه قدرنا ان احنا نفوق نفسنا تاني ونجيب نفسنا في الجيم. ويمكن يعني الماتش كان حقيقي يعني كان شرس قوي، فرقه سموحه بتلعب لاخر وقت وهم فرقه اجريسيف جدا جدا جدا. ويمكن اكون بقول يعني ان هو دي من مميزات ان احنا نكون بنلعبهم في السيمي فاينل عشان نستعد يعني لمباراه الفاينل، وان احنا نبقى نازلين من اول دقيقه مركزين. طبعا يا نادين، زي ما انت قلت يمكن بدات المباراه بشكل قوي وبعد كده حصل دروب شويه في الاداء. يمكن كابتن طارق خير اتكلم معاكم في ايه ما بين الشوطين؟ والله هو يعني اتكلم معانا اكتر علينا احنا فرقتنا، ان احنا لازم نبقى اجريسيف وان احنا دايما احنا ندي البانش الاولانيه، ما نستناش ان في فرقه ثانيه هي اللي تدينا البانش عشان نفوق. عشان دي يعني احنا دايما بنلعب نادي الاهلي، فاحنا يعني لينا علامه دايما كده سيجنتشر في بدايه اي ماتش، ما لناش علاقه احنا بنلعب فريق عامل ازاي، ما لناش علاقه بماتش الصغيرين ماتش الكبار، احنا نازلين نلعب بالخصم اللي قدامنا بغض النظر هو قوته عامله ازاي، احنا يعني بنلعب يعني لعبنا احنا. طبعا عارفه ان كابتن طارق خيري دايما بيتكلم معاكم في نقطه انه مش بنركز طبعا على نتيجه فريق المرتبط سواء سلبيه او ايجابيه، دايما التركيز في الملعب وفي المباراه يعني بتاعتكم. طبعا المباراه اللي جايه سبورتنج الاهلي، دايما متعودين السنين اللي فاتت دايما يعني النهائيات بتبقى اهلي وسبورتنج. شايفه طبعا نادين المباراه اللي جايه ازاي وهتستعدوا لها ازاي ان شاء الله امام سبورتنج؟ مباراه صعبه جدا، يعني فريق سبورتنج فريق فعلا مكتمل جدا السنه دي، في عناصر كتير جدا، يمكن البنش عندهم قوي قوي، فريق بيلعب مع بعضه كويس قوي، عندهم تحت الباسكت مميزات ممكن يكونوا بيستغلوها كويس جدا. يعني ممكن اكون بقول ان احنا فعلا زي ما قلت احنا مش هنعتمد على فريق ال 16، فريق سبورتنج صغيرين برده كويسين قوي، وفريقنا برده بيقدر يعمل اللي عليه الحمد لله. ساعدونا ان هم يكسبوا الماتش في سموحه، كان دافع معنوي لينا كويس جدا، بس ان شاء الله ربنا يوفقهم الاول في الماتش بتاعهم، وان شاء الله احنا كمان يعني ان شاء الله. ميرسي جدا طبعا يا كابتن نادين وبالتوفيق ان شاء الله. طبعا استكمالا للقاءاتنا النهارده يا كابتن هيثم، معي برده واحده من نجمات الفريق ومن نجمات يعني لقاء اليوم طبعا كابتن يارا اسامه. كابتن يارا، في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، مبروك، ببارك لك طبعا على المباراه النهارده والتاهل بشكل رسمي للمباراه النهائيه. شايفه النهارده المباراه ازاي واداء لعيبه النادي الاهلي معاكي؟ الله يبارك في حضرتك. الاول احنا ما كناش فايقين في الاول، بس الحمد لله قدرنا نعوض في الاخر، يعني احنا بس بنستعد جامد قوي لماتش سبورتنج، بس ما كانش في توفيق في الاول، بس في الاخر الحمد لله فوقنا يعني. طبعا شفنا يا يارا المباراه الاولانيه كانت يوم الثلاث، بداتوا المباراه بشكل جيد وبرده نهيتوها بشكل جيد، النهارده بداتوا برده المباراه كويس ولكن حصل زي دروب في الاداء، شايفه ايه الاسباب وازاي قدرتوا تعوضوا ده طبعا في الكوارتر الثالث والرابع؟
انا حاسه الاسباب الصراحه الباسكت يعني قافل معانا قوي النهارده، انا شايفاه عدم توفيق شويه يعني، بس ان شاء الله الماتشين الجاي ما فيهمش هزار يعني، ان شاء الله نقدر ناخد دوري مرتبط. طبعا المباراه اللي جايه مع سبورتنج ليها حسابات مختلفه، ليها استعدادات برضو مختلفه، زي يارا ان شاء الله هتستعدوا للمباراه اللي جايه، ودايما كابتن طارق بيتكلم معاكم في ايه بخصوص المباريات بالذات النهائيه؟ لا احنا بنستعد بقالنا فتره كبيره جدا، بنتمرن صبح وبالليل، ان شاء الله ناويين ناخد كل البطولات زي السنه اللي فاتت. كابتن طارق دايما بيحسسنا ان احنا هنقدر نكسب، ومش بيحسسنا لاي ماتش صعب، بالعكس ده دايما بيكون معانا جدا، وان شاء الله ربنا معانا ونقدر ناخد البطوله. يا كابتن يارا بالتوفيق ومبروك تاني النهارده. ثانك يو كابتن يارا. ثانك يو كده. طبعا يا كابتن هيثم كان لقائنا مع اثنين من نجمات الفريق، كابتن نادين السلعاوي وكابتن يارا اسامه، والان العوده مره اخرى للاستوديو. طبعا الكلمه ليك يا كابتن هيثم، تفضل. سلام، بشكرك شكرا جزيلا. والحقيقه يعني واضح تركيز اللاعبات، ان شاء الله عندهم مباراه صعبه مع سبورتنج. اروح لضيف العزيز محمد موسى. كابتن محمد، شايف النهارده الفتره الثالثه والرابعه ايه، وتعليقك على مباراه النهائي ان شاء الله بامر الله؟ يعني اولا نبارك للنادي الاهلي ونقول الف مبروك، وان شاء الله يعني يدينا دفعه ان احنا نقدر نكمل كده في النهائي ان شاء الله. بس هو واضح جدا من كابتن طارق النهارده حتى في اللقاء بعد الماتش ان هو متضايق جدا، وباين ان ده بسبب ان هو اللعيبه ما نفذتش التعليمات اللي هو كان مديها. واضح ان اللعيبه كانت نازله مستسهله الجيم زي ما هو قال، ان احنا كسبانين الجيم الاولاني رغم انه كسبان 27 فرق كبير بالظبط كده، فكان السكور، وكمان عدم التوفيق في الثلاثيات النهارده بالديفنس، زون ديفنس بتاع سموحه خلى كمان الجيم شكله يبان اصعب. بس في الاخر احنا الحمد لله مخلصين الجيم فرق كبير، وواضح برضو من اللعيبه يعني، حتى انا كنت شايف نادين متخربشه ويارا كمان فواضح ان الجيم كمان كان اجريسيف جدا من فرقه سموحه. ووجود فرقه نادي سبورتنج في الملعب بعد المباراه قبل ما المباراه تخلص بالظبط كده، فواضح كان واضح ان من السيستم اللي كابتن طارق كان بيلعبه ان هو كان بيلعب كل الفرقه فور اوت عشان ما يبقاش يعني ما تبقاش شايف الحلول اللي احنا هنلعب بيها. فاعتمدنا على الثلاثه بونت، وما كانتش متوفقه. بس ان شاء الله اعتقد ان الفرقه يعني بوصلنا الفاينل ان شاء الله مع المده القصيره، اعتقد هيقدروا يبقوا يلموا نفسهم ونلعب ماتش كويس قدام سبورتنج ان شاء الله. طب كابتن، يمكن النادي الاهلي النهارده اعتمد اغلب اوقات المباراه على اللعب مان تو مان، وقلب زون فتره من الفترات يعني. طيب هل يعني ده ليه يعني في بعض الاوقات بيبقى المدرب بيبقى عايز يريح فريقه فبيدي فتره اطول للزون؟ مظبوط، تمركز جيد، بجري على الفاست بريك. ليه كابتن طارق خيري من وجهه نظرك فنيا ليه ما لجاش للحل ده النهارده؟ هو عوض الراحه اللي احنا بنريحها في الزون او تعويض الديفنس في الزون بالروتيشن اللي هو عامله. هو النهارده لو حضرتك يعني لاحظنا ان هو ال 12 لعيب وخدوا وقت طويل، يعني حتى في الطبيعي لما بتدخل ال 12 لعيب بيبقى في الناس واخده 3 دقائق 4 دقائق جيده نزلت كويسه جدا، واخده اكتر من 7-8 دقائق في الجيم بصراحة. كل يعني معظم الفرقه انت وزعت الجهد بدل ما تلجا للديفنس زون، حتى هو ما راحش للبريس غير مره واحده وراح مان تو مان بريس. يعني هو واضح ان هو ما كانش عايز يكشف كل الاوراق النهارده بوجود فرقه سبورتنج، فهو يعني خاصه انه كده كده متاهل يعني. مظبوط مظبوط. واعتقد ان الزون ديفنس او الدفاع المنطقه بالنسبه لسبورتنج يبقى صعب جدا انك تلعب معاهم زون ديفنس، فهو عايز يتمرن على الاسلوب الدفاعي اللي هيلاعب بيه سبورتنج. مظبوط، عشان كده لجأ لاغلب وقت سموحه النهارده لمان تو مان، جرب الزون حاجه بسيطه، جرب البريس مان تو مان في الكورت حاجه بسيطه، بحيث انه برده يراجع الورق زي اللي بيعمل مراجعه نهائيه قبل الامتحان عشان يقدروا يدخلوا في الحته دي. ان انت لو رحت ان انت طول الوقت مع العناصر اللي موجوده في فريق سبورتنج يعني ريم وهاجر واسرار، فانت لازم تبقى متعود ان انت ضاغط على اللعيب طول الوقت وبتلعب مان تو مان، ما تفتحش الجيم، لان هم عندهم كمان نسبه التصويبات الثلاثيه عاليه جدا في فريق نادي سبورتنج. احنا برضو عايزين برضو يا كابتن نشيد بفريق كره اليد النادي الاهلي. انتهت المباراه مع برشلونه منذ دقائق 37-26 في الوقت اللي كان الشوط الاول 19-16. طبعا ده نتيجة يعني متمشى مع الواقع، بتلعب بطل العالم وفرق اكيد طبعا امكانيات كبيرة وانت بدون اجانب وكمان نادي الاهلي عمل شوط اول رائع بامانة يعني فوق الوصف. فبنقول للاولاد جود جيم، برافو عليكم. هنلاعب الكويت الكويتي في تحديد المراكز المباراة اللي جاية. انا واحد من الناس راضي جدا عن اداء الفرقة، الحمد لله رب العالمين، عملوا اللي عليهم. ما كانوش طبعا كان هدفهم الفوز ده في المقام الاول، وبان من اول المباراة حتى الشوط الثاني، ولكن فرق انت بتلعب منتخب عالم، مش بتلعب فريق بطل عالم، لا انت بتلعب منتخب عالم، منتخب اوروبا. فالنهارده انت توصل بنتيجه زي كده ان شاء الله القادم افضل. وافكركم ان احنا كنا لعبنا برشلونه في بطوله البوسنه الهرسك من شهر ونص تقريبا، وطلعنا فرق 3 اهداف. ان شاء الله المباراه القادمه افضل باذن الله. طيب احنا لسه عندنا لقاءات يا جماعه في الملعب،
تمام. احنا كده خلاص وصلنا لنهايه الاستوديو، ان شاء الله نتمنى الفوز للنادي الاهلي في كل المباريات الاسبوع القادم. خلي بالكم الاسبوع القادم مليء بالمباريات اللي هنذاعها لحضراتكم. في النهايه طبعا بشكر ضيوفي اللي شرفوني، كابتن محمد سلعاوي نجم النادي الاهلي والاسطوره الكبير، نورتيني وشرفتيني. الله يخليك كابتن هيثم، فرصه سعيده وجودنا معاك في بدايه الموسم، وفرصه سعيده الحمد لله اللي احنا كسبنا، وموسم طيب ان شاء الله. ان شاء الله كابتن محمد موسى جود ستارت. بشكرك كابتن هيثم طبعا، وان شاء الله موفقين باذن الله في الجاي. ان شاء الله يعني جود ستارت ليك معانا في الاستوديو التحليلي، وان شاء الله يعني تبقى ضيفنا العزيز في مباريات كثيره ولقاءات كثيره. اعزائي المشاهدين، ده كان النهارده لقاءنا الاول. مبروك النادي الاهلي، هارد لك نادي سموحه. الاسبوع اللي جاي عندنا الكثير من البطولات والمباريات، يمكن اسردها معاكم سريعا قبل الختام. مباريتين نهائي الفاينل لسيدات مرتبط الاهلي وسبورتنج للكبار والصغيرين، وايضا مباراه غالبا ان شاء الله هيكون مباراه القناه بكره برضو مع دور ال 16 دور الثمانيه دور ال 16 لفريق مرتبط رجال، وبعد كده هيبقى مباراه غالبا الاهلي والزمالك الاسبوع ده، هتبقى في كره السله ايضا رجال. يعني عندنا كثير من اللقاءات الاسبوع ده، تابعونا على شاشه قناه النادي الاهلي وانتم هتعرفوا ان احنا عندنا المزيد والمزيد الاسبوع القادم. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، والى جوله جديده مع استوديو اخبار.